زين جمع كل تجار السلاح الكبار في القصر بتاعه، وده بعد موت متولي وشريف. يبقى اكيد في حاجه، يا اما هو عاوز يملي عليهم الشروط الجديده بتاعته، يا اما عاوز يعملها مذبحه بقى زي مذبحه القلعه بتاعت محمد علي. طب واحنا باشا ملناش دور في الموضوع ده؟ للاسف ما قدمناش غير ان احنا نقف ونتفرج وبس، وعلى حسب النتيجه بقى نعيد ترتيب اوراقنا من اول وجديد. هو انا عايز اعرف احنا نفضل قاعدين كده ازاي ومعانا كل المعلومات ديت؟ هنعمل ايه يا اكرم؟ يعني اروح نقبض على ناس بيزنس مان قاعدين بيدردشوا مع بعض؟ لسه بدري عليك يا اكرم. قول لي صحيح، وصلنا لايه في موضوع متولي ده؟ مفيش بصمات لاي حاجه ولا حد عايز يتكلم عن اي حاجه اصلا. يا باشا دي كانت مذبحه، متولي ورجاله كتير راحوا في الرجلين، حتى الطباخين. ما هو زين لو يمكن يعمل العزا بتاع شريف الا اذا خد بطار، اكيد هو اللي عمله. بس للاسف بقى مفيش غير ربنا بس هو اللي شافه. يا ترى الايام اللي جايه دي مخبيه لنا ايه؟ قبل اي حاجه يا حاج زين، انا لسه ما خدتش ابني وما اعرفش عنه اي حاجه، بس احب افكرك ان ابنك لسه تحت ايد يا زين. اقعد يا جلال، زين العطار ما يتلويش دراعه. معلش يا حاج، الظاهر ان جلال بقى ينسى ومحتاج حد يفكره. ما يبقاش الكلام كده يا سليم، نتكلم بالعقل. مين هيبدا الكلام يا زين؟ لا عاوز يتكلم يتكلم. انا عايز اتكلم انا، بس بشرط موافقه الاخوه طبعا. واضح ان مفيش حد عنده اعتراض. انت صغرتنا يا زين، طول عمرك نمره واحد في السوق، وانت اللي بتدخل البضاعه مصر عن طريق الصعيد، وانا نمره اتنين بدخل البضاعه عن طريق اهلي في مطروح، وجلال مظبط الاعلام بقنواته، وسيف مظبط الحكومه، ومتولي كان مظبط التوزيع على التجار الصغيرين. بس انت اللي اتغيرت وعايز السوق لنفسك، ومنعتنا من اي شغل يجيب مكسب زياده. كلامك كله مظبوط لغايه لما قلت بس. اولا انا ما اتغيرتش، ثانيا لو كنت عاوز السوق لنفسي كنت عملت كده ومن زمان كمان، بس انا ما بغيرش اتفاقاتي، والاتفاق سيف على رقاب الكل واولهم انا. انتوا اللي طمعتوا وخنتوا الاتفاق. ما حدش كان عايز ده يحصل. متولي يستاهل الحكم اللي انت حكمت بيه عليه، وما حدش غلطك، وجلال جاي لك بنفسه اهو، وهيقبل اي حكم ايا كان. بس كلنا مش موافقين نرجع زي الاول. انت الكبير وعلى راسنا من فوق، لكن الكبير بيكبر على قد اللي حواليه ما يبقوا كبار. كلكم كبار يا هاشم طول ما انتوا لابسين التوب اللي على مقاسكم. ومين اختار لنا التوب اللي على مقاسنا يا زين؟ خلاص بقى هاشم بيه، سيب الحاج زين يتكلم، وزي ما اتعلمنا وقروا كبيركم. اتكلم يا حاج زين اتكلم، احنا كلنا جايين النهارده عشان نسمع. ايه الكلام ده يا زينب؟ لازمته يا اخوي انك مالكش كلمه مسموعه، مخليهم حاسين ان وجودك زي عدمه. لازمته ان زين طردنا وهجرنا كلنا على هنا، وهو قاعد يدبر ويجرر ويبعت لنا في اوامر. زين طول عمره بيعمل كده، ايه الجديد يعني؟ لا في جديد يا اخوي، المره دي اوامره هتصغرنا كلتنا طول العمر. عيب الكلام ده يا زينب دلوك يا اخوي، ما عيب الا العيب. خليك كده، اقعد قول طيب وحاضر وعامل فيها الغلبان لحد ما تلاقي صالح ولا حازم جاي يقعد مكانك هنا ويطلعك من العموديه خالص ويقعدك على المعاش كمان. زين هو اللي قعدني على كرسي العموديه، وكلمته سيف على رقبتي، وده كان عهد مع ابونا. وايه رايك بقى يا بتاع العهد انت بعد ما زين يموت؟ لا قدر الله يعني، العمر الطويل ليه؟
وتلقى حتة عيل من دور عيالنا زي زكريا كده كلمته تمشي على رقبتك زي السيف، ساعتها هتعمل ايه؟ ومن السعادة مفيش رجل غريبة هتدخل السوق إلا بعلم الكل وعن طريق أنا. وأنت يا جلال، العمليتين اللي جايين هتطلع فلوسهم صدقة على روح المرحوم شريف. مش كتير يا حاج زين. كتير عليك ولا على روح شريف العطار يا جلال؟ اعتبر إنك فديت بيهم رقبة ابنك. أنت كده بتخنق السوق يا حاج زين، بتصعبها. يسروا ولا تعسروا. القوانين هتمشي على الكل وأولهم أنا. ماشي يا حاج، بس كده يبقى ناقص حاجة صغيرة، السلاح الممنوع يتفك الحظر عليه. أيوة كده حاج، السوق يفتح شوية وزي ما بيقولوا الخير يعم على الكل بإذن الله. ماشي نفكر فيها. كنا عايزين نعرف كمان مين اللي هيوزع السلاح على التجار الصغيرين مكان متولي. أصل أنا عندي واحد ضم برقبتي، يحيى العطار، أكيد أنت كمان ضمه. كان في طقم جنط بعته للوسطى سيد. اسمع بس، بلا سيد بلا جنط، الشغل يفضل زي ما هو، فلوس تتلم كل يوم من الموقف عادي. الكارتة ما تزيدش، سواقين غلابة والحال واقف. كلنا غلابة يا ريس. عربية اللي تيجي تتفور وقتي. مش كنت تاخدنا معاك يا ريس في المصلحة دي؟ على الأقل تنتشلنا من الحارة والفقر والجهل اللي احنا فيه ده. اتسي ديرتي يا معلم. اتسي ايه يا اخويا؟ ديرتي، رديئة. ماشي يا حبيبي، مصلحة سريعة، أنا أعملها على السخان وأرد بسرعة. بعدين يا حليلة، أنت لو سبت الحارة ومشيت كوم ورجالته يغبوا عليها من تاني يوم. لا، اسمح لي بقى يا معلم، سوري، كومي مين وشايب مين اللي يغبوا وتمانية موجود؟ إيه يا دي الحلاوة دي والشقاوة دي؟ بأمارة إيه؟ أه بقى بطل هري. ما بتكلمش معاك بس على بس يا حبيبي. بس طول ما أنا مش موجود تيكا هو الرئيس. كلمته من كلمتي. أمين. إصبعك يتخبط في سن الكومودين وما تلقى. ولا. أمين. أمين. أي حاجة تحصل تلغيني أول بأول. من عناية. خد أم السعد. نعم يا أستاذ يحيى. خلي دول معاكي وتيكا أبعت لك اللي فيه نصيب كل كام يوم. الله يكرمك ويسعدك ويحقق لك كل اللي بتتمناه. أصيلة معلم. ما تنساش تيكا الحسنة اللي بتطلع في كل عملية عشان ربنا يبارك لنا. عناية. تفتكر ربنا يبارك لنا تيكا؟ هيبارك لنا يا معلم عشان النية صافية. ألو. يا عبير، في يا عبير؟ أنا أفضل مستنيكي طول النهار. أستناكي في البيت. يلا ما تأخريش. إيه اللي في دماغك يا حاج؟ أنا من إمتى بقول لك على اللي في دماغي يا فتحي؟ لا كده أنا ممكن أزعل. مش لايق عليك. أنت الوحيد اللي لو زعلت هتموت. ربنا يديم عليا الباجة وطهارة القلب. القعدة اللي حصلت مع الرجالة دي مش هتخلص على كده. هاشم في دماغه حاجة بيدبرها. الري يقب ويغطس جوه دماغ هاشم ويجيب المطلوب. أبويا، طلع الدرابة يا أبويا. يسلم. دلع السلامة. وحشتني يا ابويا. دلع السلامة يا شيخ. دلع السلامة. على مهلك، على مهلك. بسم الله. كيف يا ولا؟ امسك ابويا. يا ولا امسك يا ولا. سيبوا الشيخ يرتاح. سيبوا الشيخ يرتاح وبعدين يبقوا سلم عليه زي ما انتوا عايزين. الشيخ تعبان. سيبوا يا سميح. تفتكر ايه اللي قومني من رجدتي غير اني اشوف؟ قلقتني عليك يا راجل يا طيب. هو اللي عنده رجاله زيكم بيتقلق عليها برضه يا حسن؟ على فكره انت كنت السبب في تاجيل ساعتي شويه. شكر يا حسن. هو مفيش شكرا للناس اللي كانت هتموت عشان خاطر الدار. ايه اللي بتقوله ده يا عمار؟ المفروض يوقفنا صف ويشكرنا واحد واحد ولا ايه؟ شكرا يا عمار. انا داخل ارتاح. انا اللي مستغرب له ان انا الوحيد اللي ما شكروش. انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ بس يا امير،